تشير الدلائل على أنه هذا المصحف أصغر مصحف كريم في العالم من خلال الزيارات اللي تمت عندي من المسؤولين اللي هو بال 1900-1901، أنه الدول اللي كانت عندها مطابع في هذا الحجم تطبع من ثليك مصاحف هي الدولة الإيرانية أو العثمانية الأتراك، فهذا أكدوا أنه مطبوع في عهد الدولة العثمانية اللي هو 1900.